كما كنا نخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأنبياء والأولياء في حياتهم، نخاطبهم بعد وفاته. لا نرى هنالك فرقا فيما بين حياتهم وبين موتهم. إذن الرابطة لم تنقطع، ولكن هنالك فرقة قليلة شذت عن إجماع المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون الحقيقيون. كل المسلمين من 1400 عام كانوا مشركين، ولكن هم وحدهم الموحدون الحقيقيون، المسلمون الحقيقيون. هؤلاء يعتقدون بأن هؤلاء انتهوا، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تحول إلى جماد، فكيف تذهب إلى قبره وتخاطبه؟ وهل تخاطب جمادا؟ وهل الجماد قابل للخطاب؟ وينهون بعنف عن ذلك. الحقيقة أوضح دليل، أو من أوضح الأدلة على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حي، وأنه لا فرق بين حياته وموته من هذه الجهة، ما يقوم به الملايين من المسلمين في كل يوم. إحنا في كل يوم نخاطب النبي صلى الله عليه وآله عدة مرات. بعد التشهد الأخير نخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ونقول له: السلام عليك أيها النبي. الكاف كاف الخطاب، ورحمة الله وبركاته. هل تخاطبون جمادا؟ هل تخاطبون كائنا لا يشعر ولا يفهم؟ ذلك الرجل يقول في كلمة معروفة، يقول: عصايا خير من محمد صلى الله عليه وآله، لأن عصايا تنفع ومحمد لا ينفع. تحول إلى جماد، انتهى. إذا تحول إلى جماد فكيف تخاطبونه؟ هذا كل المذاهب الإسلامية، لا فرق بين مذهب ومذهب، على اختلاف المذاهب في تفريعاتهم الفقهية، ولكنهم يتفقون على هذه القضية. منتهى الأمر، بعضهم يقولون إن هذا واجب، وبعضهم يقولون إن هذا مندوب. هذا هو الفرق. ولكن هذه سنة، أن تخاطب النبي صلى الله عليه وآله في كل صلاة من صلاتك. هذا أوضح الدليل، الخطاب على أن النبي صلى الله عليه وآله حي،
وهنالك رابطة لم تنقطع فيما بينه وبيننا.